وبما اننا بنحتفل النهارده بيوم البيئه، فالتنوع البيولوجي هو واحد من اهم سبل الحفاظ على التوازن في هذا الكوكب. لكن للاسف في بعض الممارسات من صيد جائر وغير قانوني بيتسبب في انقراض الكثير من الانواع، ويمكن عشان كده خصصت الامم المتحده يوم للحد من الصيد الغير قانوني، وهو اليوم اللي بيوافق 5 يونيو من كل عام. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن مخاطر ممارسات الصيد الجائر مع دكتور عادل سليمان خبير البيئة والتنوع البيولوجي. صباح الخير حضرتك يا دكتور، وبعد التحية لو تعرفنا على مخاطر الصيد الغير قانوني والصيد الجائر، إيه اللي ممكن يسببه من مخاطر على بقاء الأنواع المختلفة أو حتى على بقاء التوازن على الكوكب؟ اوكي، صباح الخير يا استاذه جمعينا، صباح الخير استاذ مصطفى. يعني طبعا احنا بنتكلم النهارده في يوم مهم طبعا في اطار احتفالات يوم البيئه العالمي، وبنتكلم على اليوم الدولي لمكافحه الصيد الغير القانوني. في الحقيقه طبعا يمكن الامم المتحده وطبعا يمكن دول العالم كلها معنيه بالمشاكل الكبيره اللي بيواجهها التنوع البيولوجي خاصه جراء عمليات الصيد. ويمكن المبادرة جت أصلا من البداية طبعا يمكن علشان موضوع الأسماك بصفة عامة ثم الطيور. وطبعا احنا لما بنتكلم عن أهمية التنوع البيولوجي بنتكلم عن أهمية الكائنات الحية كلها للإنسان، غذائنا، ملبسنا، مشربنا، حتى المواد الطبية اللي بتخلص من التنوع البيولوجي. فأنا بتكلم في أساس الحياة بنفسي. فيمكن عمليات الصيد طبعا عمليات يعني من ضمن الانشطه اللي بتاثر بشكل كبير جدا على التنوع البيولوجي. يمكن كان من ضمن المؤشرات اللي قالتها الامم المتحده يمكن كان بيقول 1 من كل 5 اسماك بيتم صيدها بطريقه غير قانونيه او غير منظمه. يعني كان بتكلم في 20% من الثروه السمكيه مثلا بتتعرض ليه. دي نسبه كبيره طبعا جدا. طبعا نسبه كبيره جدا. فده كان يعني لما نبص لحاجه زي كده وانا بتكلم على مصدر الغذاء الرئيسي لعدد كبير جدا من الناس على مستوى العالم. فطبعا ودي يمكن اهم نقط التنوع البيولوجي اللي احنا بنتكلم فيها. وبرضه نفس الكلام لما نيجي نتكلم على الطيور، طبعا عمليات برضه صيد الطيور اللي بتتم بطريقه غير منظمه او غير قانونيه ايضا. وطبعا احنا بنتكلم على الطيور مصدر الحياه بالنسبه لنا او مصدر كبير للانسان يعني في الغذاء او الى اخره. وطبعا برضه بتحفظ التوازن البيئي وبتعمل على يعني كان طبعا بيسموها حتى سفراء الطبيعه بالنسبه لنا الطيور. فانا عاوز اتكلم ان طبعا احنا بنتكلم في يوم مهم جدا، كلنا بنبعت رساله للمجتمع المصري والمجتمع العالمي كله ان يعني يجب كلنا نتكاتف من اجل حد او مكافحه الصيد غير القانوني. ده مهم جدا ان احنا نعمل حاجه زي كده. صحيح. دكتور عادل، لو اتكلمنا عن اكثر الانواع اللي يعني اصبحت بالفعل مهدده بالانقراض بفعل الممارسات دي، وازاي هذه الانواع شكلت بالفعل خطر على التنوع البيولوجي؟ تمام، مظبوط جدا. احنا طبعا لو هنيجي نتكلم مثلا على الطيور، احنا لما نشوف مثلا اعداد زي اعداد الصقور او النسور اللي بيتم صيدها، طبعا دي يمكن هددت بشكل كبير جدا، واحنا يمكن يعني واجهنا الموضوع ده بشكل كويس قوي، وكنا من الدول الحمد لله الرائده في ان احنا نتصدى لحاجه زي كده. لاني اما باجي اتكلم على اعداد معينه من الصقور او النسور بيتم صيدها وبتاثر على الـ 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 الاعداد بتاعه التنوع البيولوجي، فيمكن عملنا برامج مهمه قوي ان احنا ندمج الصيادين معانا، نوفر لهم فرص بديله بحيث ان احنا احد من موضوع الصيد بتاعه ده. هو طبعا في النهايه لما بيجي يصطاد الكلام ده بيعتبرها مصدر رزق بالنسبه له، او بيشتغل فيه علشان خاطر دي بتوفر له دخل. طب انا اعمل ايه؟ لا، انا بحاولت ان انا اعمل برنامج مثلا، وده كان برنامج رائد جدا، ان احنا نعمل تدريب للصيادين نفسهم على انهم يخشوا معانا في مراقبه الطيور. فبقى شراكته معايا وبيخش في الكلام ده، فبقى مصدر رزق بالنسبه له انه يجي يراقب الطيور معايا في مشروعات مراقبه الطيور، وفي نفس الوقت ما بقاش بقى يصيدها، فبقى يحافظ عليها. خلقت له مصدر رزق في نفس الوقت ادمجته معايا، قدرت ان انا احافظ على التنوع البيولوجي، وقدرت ان انا ايه يعني اوفر بدائل جيده للدخل للمواطن. فطبعا ويمكن احنا لو هنتكلم برضو زي سؤال حضرتك يعني بالنسبه للانواع، احنا يمكن بيصدر كل سنه من وزاره البيئه قرار بينظم 21 نوع من الانواع الطيور مثلا المصرح بصيدها والكوتا المحدده اللي يتم صيدها، زي مثلا السمان او الحمام البري وغيره من الانواع. فطبعا يعني ده يمكن بيحد بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت بينظم العمليه بشكل كويس
بحيث ان انا احافظ على انفيرمنتال بالانس او على التوازن البيئي بشكل جيد. طيب يا فندم، يمكن احنا ما بنبقاش مدركين قوي بفكره انقراض الحيوانات، ما بنبقاش عارفين ايه يعني، الا مثال او اتنين او تلاته بالكتير جدا اللي ممكن يكون عندنا درايه بالاسم، بحيوان باسمه، ان كان بقى طائر حيوان ايا كان يعني، نبقى عارفين ان ده من الامثله او من الحيوانات اللي بالفعل انقرضت. لكن بما ان حضرتك معانا، خلينا نفكر الساده المشاهدين، ايه على مر التاريخ ايه الامثله التاريخيه اللي فقدنا فيها انواع حيوانات بسبب الصيد الغير قانوني؟ تمام. هو يمكن طبعا لو هنيجي نتكلم بالنسبه لنا، يعني الحمد لله احنا في مصر يعني ما فيش انواع معينه انقرضت في مصر بسبب الصيد، الحمد لله. يعني طبعا يعني احنا ماشيين بشكل كويس في الامور دي، ولكن احنا طبعا في انواع زي الفهد مثلا، ده كان موجود في سيناء، فهد السيناوي، وده يعني يكاد يكون انقرض بشكل كبير خلاص، يعني يكاد يكون اختفى تماما، ما عادش موجود عندنا. بينما بقى ان احنا نقول بقى السؤال حضرتك الممتاز جدا، ايه اللي في سبيله للانقراض بسبب السلوكيات دي؟ زي الغزال مثلا، الغزال المصري دلوقتي برضو اصبح مهدد بشده بالانقراض نتيجه عمليات الصيد. فاحنا في الاتجاه ده، وطبعا لابد ان احنا نتكاتف كلنا ونشتغل على برامج، سواء الجهات المعنيه، سواء المجتمع المدني، سواء كل المؤسسات المختلفه، حتى المواطن المصري نفسه، انه يكون عنده توعيه انك انت لو فضلت بنفس الشكل او الممارسات الغير جيده في الصيد وهكذا، هيختفي الغزال من عندنا. والتيتل برضو اللي هو الوعل النوبي نفس الكلام، برضو مهدد بشده بالانقراض. فاحنا عندنا نماذج كتيره طبعا، احنا يمكن برضو يعني بنشتغل سواء في مؤسسات المجتمع المدني او مع وزاره البيئه او مع وزاره الثقافه ووزاره التربيه والتعليم، علشان ننشر اللي بقى عندنا وعند المواطن المصري معلومه متوفره، ايه هي الانواع اللي في سبيلها الانقراض، ايه هي الانواع اللي احنا لازم نحافظ عليها، ايه الممارسات الجيده اللي تتعامل معاها علشان خاطر ما تاثرش او ما تهددش هذه الكائنات بالانقراض. طيب لو اتكلمنا عن الطيور المهاجره، ودي ليها اعتقد مواسم وليها محطات في مصر، وبينتظرها صيادين بعينهم، ومش شرط يكونوا مصريين يعني، بنشوف حتى مع مجلات اجنبيه بتيجي تصورها وخلافه. هل الطيور المهاجره دي ايضا في سبيلها للانقراض، وطرق مساراتها بتشكل لها تهديد؟ كويس، سؤال حضرتك سؤال رائع جدا يا استاذ مصطفى. عاوز بس يعني اقول لحضرتك، بالفعل احنا عندنا يمكن مصر من الدول اللي بيعدي عليها 500 مليون طائر مهاجر كل عام، منهم ما يقرب من 2 مليون طائر من الطيور الحوامه، اللي هي الطيور زي الصقور وزي النسور وزي النسر المصري وزي طبعا اللقلق الابيض واللقلق الاسود وانواع كثيره من الحدائقات اللي هي الطيور الجارحه. طبعا انت ليه؟ لان مصر الحمد لله ربنا حباها انها عندها مسار يعتبر من ثاني اهم مسار على مستوى العالم لهجره الطيور الحوامه اللي هو في خط البحر الاحمر. فانا وبتكلم على منطقه مثلا زي منطقه جبل الزيت اللي بيعدي منها اكثر قرب 1.5 مليون طائر من الطيور الحوامه دي كل سنه في فصل الخريف وفصل الربيع. فيعني طبعا ايه بقى اللي في الفروض بتاعها او في المسارات بتاعتها؟ هل في مشاكل بتهددها؟ في مشاكل بالفعل بتهددها، منها الصيد، ومنها طبعا المشروعات التنمويه اللي مصر قدمت نموذج رائد للعالم كله في ازاي التوأمه بين وزاره البيئه ووزاره الكهرباء علشان يعملوا برامج زي وقف توربينات الرياح لما تيجي معديه الطيور. طبعا النموذج ده مش عاوز اقول لحضرتك يعني مصر تميزت بيه جدا على المستوى العام، ان ازاي مصر كاحد الدول الناميه تحافظ على مسارات الطيور المهاجره بالظبط كده، على مسارات الطيور. وبعدين انا بتكلم على مهدد شديد، لان المروحه طبعا حضرتك عارف على ارتفاع 120 متر او 150 متر، صحيح، وقويه جدا، وبيبقى الطائر جاي منهك. فطبعا يعني ممكن يعني لو اصطدمت بيه هتبقى يعني وضع صعب جدا. ولكن طبعا البرنامج نجاح يعني مميز جدا، ان يحمي هذه الاعداد الكبيره من الطيور كل عام، وتقدم للعالم في الحفاظ على التنوع البيولوجي من الطيور المهاجره. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عادل سليمان خبير البيئه والتنوع البيولوجي، شكرا لحضرتك يا فندم.